المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهم شنال. جيسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة في تمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد دائما الهم شنال. لغوصة ديال اليوم غادي تخلصوا إن شاء الله من القشور الميتة، من التشققات بواسطة الخل فقط، يعني كمكون رئيسي. أكيد إن شاء الله غادي يعني نوضعوا معاه ولا غادي نحتاجوا معاه مكونات أخرين ثانوية، غادي يكونوا حاضرين وبقوة، منهم الترطيب، منهم بزاف ديال الأمور، ولكن المكون الرئيسي في هذه الوصفة، في هذه الوصفة البنات، اللي كيخلصنا من البكتيريا، من الخلايا الميتة، من القشور، من بزاف ديال الأمور، يعني أيضا حتى من الرائحة الكريهة لأنه بزاف السيدات كيعانوا منها، فغادي يكون إن شاء الله هو الخل الأبيض. الناس اللي ما بتوفرش عندهم الخل الابيض فممكن استخدام الخل العادي، فما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للفوائد ولا المفعول ديال سواء الخل العادي ولا الخل الابيض، يعني رائع، الفوائد ديالو صراحه الله لا تعد ولا تحصى، فكنصح به في هذه الوصفه هذه وبقوه. كنتمنى انه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ونبغي نرحب بالبنات ونبغي نرحب بالسيدات، فمرحبا بكم في القناه. الا كنتوا اول مره تكتشفوا هذه القناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس، ما تنساوش تخليوا لنا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله، كل هذه الاشياء نبغي نرحب بهم على الراس والعين عليكم، الا تخليوهم لينا يعني في التعليقات، وايضا تخليو لنا حتى الوصفات ديالكم الطبيعيه، يعني حتى نتوما البنات او السيدات عندكم وصفات طبيعيه بخصوص يعني علاج تشقق يعني الرجلين ولا القدمين من الاستعمال الاول باي مكونات طبيعيه متوفره في البيت، فخليو لينا الوصفه، طريقه التحضير، طريقه الاستخدام بكل تفاصيل. انا شخصيا بدوري نجرب الوصفه، ولا عجبتني وعطاتني نتائج مزيانه راني غادي نجي نشاركها معكم في القناه لتعم الفائده للجميع، ولتعم الفائده لعدد كبير بزاف من السيدات اللي دائما كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وانواعها. كذلك ما ندورش عليكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه التحضير، وطريقه الاستخدام والاستعمال. ايضا اول مكون غادي نحتاجوا له في هذه الوصفه اللي هو الخل الابيض، كما قلت لكم هو مكون رئيسي، فغادي نحتاجوا الخل الابيض. انا خديت هذه النوعيه هذه، ممكن تاخذوا اي نوعيه متوفره عندكم في البيت او في المنزل. كما قلت لكم الخل عنده بزاف ديال الفوائد، كيخلصنا من الميكروبات، الخلايا الميته، يعني البكتيريا، يعني كل هذه المسائل هذو، فغنحتاجوا كما قلت لكم اما الخل الابيض اما الخل العادي. ايضا غادي نحتاجو لتاني مكون معنا في هذه الوصفه اللي هي بيكربونات الصودا ولا بيكربونات الصوديوم، فانا كنحتفظ بها في هذه العلبه، يعني كناخذها صراحه بكميه كثيره، كنبقى نستخدمها في الحيه التجميليه في الكوزينه وفي في المطبخ، وايضا كنستخدمها في الوصفات الطبيعيه. بالنسبه للبيكربونات الصودا، الناس اللي كتسولني دائما وكتقول لي يعني كيفاش كتكون العلبه ديالها، فالعلبه ديالها كتكون باللون الاخضر، كاينه العلبه الكبيره اللي كتجي بهذا الشكل هذا، يعني بيكربونات دو الصود، الثمن ديالها كيتراوح ما بين 6 ديال الدراهم مغربيه ولا 3 ديال الدراهم مغربيه على حسب لوباك، فكاين هذا لوباك الكبير وكاين هذا لوباك الصغير، يعني هذا كيكون ب 6 دراهم وهذا ب 3 ديال الدراهم مغربيه، وهذه هي العلبه اللي كتجي فيها بيكربونات الصودا ولا بيكربونات دو الصود. واخر شيء غادي نحتاجوا له اللي هو الماء العادي، يعني الماء ديال الروبيني ولا الماء ديال الصنبور، يعني هادو هما المكونات اللي غنحتاجوهم في المرحله الاولى اللي هي التقشير والتخلص من الرائحه الكريهه، الخلايا الميته. المرحله الثانيه ان شاء الله هي الاخيره اللي هي الترطيب. فندوزو الان على بركه الله الوصفه، فغادي نحتاجوا يعني واحد ملعقه من بيكربونات الصودا، وغادي نحتاج الخل الابيض، غادي نوضع منه كميه يعني لا باس بها، بالنسبه يعني لهاد هاد الفقاعات هادو، هاد الصوت هذا عادي، يعني غير التفاعل ديال بيكربونات الصودا مع الخل الابيض. من بعد البنات غادي ناخذوا هذا الماء ديال روبيني وغادي نضيفوه للوصفه بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذوا ملعقه ونحاولوا نخلطوا الكل،
بعد ما كنخلطوا مزيان بهذا الشكل هذا، كناخذوا القدمين ديالنا وكنوضعوهم في هذه الوصفه هذه، وكنخليوهم واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد كنخرجوهم كنغسلوهم وكنعاودوا نرجعوهم لهاد الوصفه هذه، يعني كنعاودوا نوضعوهم فيها. ومن بعد ما كنعاودوا نوضعوهم لثاني مره كنخرجوهم وكنقشروهم، يعني كنحكوهم بالمحكه، سينو نحكوهم يعني في هذا الماء او لا نحكوهم خارج هذا الماء. يعني المرحله الاولى هي اننا كنوضعوا القدمين ديالنا في هذه الوصفه وكنفركوهم غير باليدين ديالنا لمده 15 دقيقه، من بعد كنغسلوا القدمين ديالنا، ومن بعد كنعاودوا نوضعوهم في هذا الاناء هذا وكنخرجوهم ونحكوهم او لا نخلوهم في هذا الاناء هذا ونحكوهم يعني بالحكاكه او لا بالمحكه، وكنبداو يعني نحكوهم اولا نقشروهم غير باليدين ديالنا، لكم حريه الاختيار. من بعد يعني ما كنتهيو من المرحله الثانيه اللي هي يعني اننا نفركوا القدمين ديالنا سواء باليدين ديالنا ولا يعني بالمحكه. فاخر خطوه البنات هي اننا كنغسلوا القدمين ديالنا وكنشفوهم وكندوزوا للمرحله ديال الترطيب. بالنسبه للترطيب فانا غادي ننصحكم بثلاثه ديال الاشياء ممكن ترطبوا بها القدمين ديالكم بعد ما كتنتهيو من التقشير. فكما قلت لكم التقشير اما نقشرو باليدين ديالنا اما نقشرو بالمحكه. كما كنعرفوا المحكه حنا المغاربه كنموتوا عليها كنحماقوا عليها لانه كتخرج لينا الرجيلات ديالنا كيشعلوا كيبرقوا. فلكم حريه الاختيار اما تفركوهم باليدين ديالكم يعني تقشروهم، فان فوا تبداو تحكم يعني غير بهذه الطريقه هذه فغادي يبداو الخلايا يخرجوا يعني لثاني مره كما قلت لكم بعد وانكم توضعين القدمين ديالكم في هذا الاناء هذا. فبالنسبه للترطيب غنصحكم باول مكون اللي هو كريم غليسوليد. بالنسبه لهذا لو كريم هذا رائع جدا، الرائحه ديالو كتحمق، انا شخصيا كتعجبني الرائحه ديالو، فهو كيجي بهذا الشكل هذا. فاما يعني ترطبوا القدمين ديالكم بهذا الكريم هذا اللي هو كريم غليسوليد، كيرطب القدمين من الاعماق واخا يكونوا ناشفين وجافين، وايضا كيخلي فيهم رائحه كتحمق. الكريم هذا راه معروف اللي هو كريم غليسوليد. وبالنسبه لثاني كريم متوفر عند كل السيدات تقريبا اللي هو كريم نيفيا العلبه الزرقاء، ممكن استخدام العلبه الزرقاء كيف ممكن استخدام العلبه البيضاء. فالمهم هو رطبوا القدمين ديالنا باش ما كان، المهم هو القدمين ديالنا يكونوا مرطبين ويكونوا كيشعلوا وكيبرقوا اهم شيء. فكما قلت لكم اما هذا لو كريم هذا اللي هو كريم غليسوليد ولا كريم نيفيا سواء العلبه الزرقاء او لا البيضاء. بالنسبه يعني الرابع شيء ممكن نرطبوا به القدمين ديالنا اللي هو الزيت ديال الورد، كيخلي ريحه زوينه في القدمين، كنصح به السيدات لانه بزاف السيدات كيعانوا من الرائحه الكريهه. فهو زيت للتجميل بخلاصه الورد ضد البقع، وكيزول يعني اثر هذه الاخيره من الداخل ويكسب البشره النعومه والاشراقه والتجديد المستمر. فغتستخدموا اما الزيت ديال الورد اما الفازلين يعني اللي متوفر عندكم. انا كنصح بالفازلين بالسيترون، علاش؟ لانه كتبيض البشره وكتوحد لون البشره. فاذا استخدمتوها للقدمين ديالكم غيكون افضل، خصوصا الا عندكم السواد في الاصابع او في القدمين بصفه عامه. فكنصحكم بالفازلين اللي كتكون بالنكهه ديال السيترون، خصوصا الناس اللي كيعانوا من السواد وعدم توحيد لون البشره في القدمين ديالهم. فغنصحكم بالفازلين ديال الحامض. الا ما بغيتوش تستخدموا الفازلين فممكن تستخدموا الزيت ديال الورد. فانا عطيتكم هنا اربعه ديال الحلول ولا اربعه ديال الاختيارات اللي هما يعني الفازلين او الزيت ديال الورد وايضا كريم غليسوليد العلبه الحمراء اكيد المعروفه، اولا كريم نيفيا العلبه الزرقاء، اولا كريم نيفيا يعني العلبه البيضاء اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم هو اللي تستخدمون. المهم هو ترطبوا القدمين ديالكم. اهم شيء البنات هو الترطيب ديال القدمين، يعني اللي متوفر راه مزيان، غير المهم هو نستافدو ونرطبو القدمين ديالنا. بالنسبه لهاد جوج ديال الكريمات يعني الثمن ديالهم صراحه راه كيبقى في متناول الجميع، يعني الثمن ديالهم راه جد مناسب، لا هما ولا يعني الزيت ديال الورد والفازلين ايضا. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم، انكم استفدتوا منها سواء بالقليل ولا بالكثير، ونتمنى تكونوا فهمتوا يعني الطريقه ديال هاد الوصفه هذه. كما قلت لكم كتوضعوا القدمين ديالكم في هاد الاناء
وكتفركوهم غير بالمهل لمده ديال يعني 15 دقيقه. من بعد كتخرجوهم كتغسلوهم كتعاودوا ثاني مره توضعوهم في هذا الاناء. بعد ما كتوضعوهم كتخرجوهم وكتقشروهم باليدين ديالكم بهذا الشكل هذا، اولا تاخذوا المحكه وتحكوهم يعني في هذا الاناء اولا خارج هذا الاناء، المهم تحكوهم بالمحكه اولا تفركوهم باليدين ديالكم، المهم تخلصوا من الخلايا الميته. ومن بعد تغسلوا القدمين ديالكم تنشفوهم ودوزوا للترطيب اللي كما نصحتكم يعني بكريمات ولا بفازلين اولا بزيت الورد. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم سواء بالقليل ولا بالكثير، المهم اهم شيء هو تخرجوا باستفاده. ومن اول استعمال البنات صدقوني الوصفه غادي تعجبكم وغادي النتائج يعني يجيكم مذهلين ورائعين جدا. فصدقوني جربوها وكتبوا لنا في التعليقات كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا. الا كنتو ديجا مجربينها كتبوا لنا في التعليقات كيفاش جاتكم، يعني كل هذه الاشياء نبغي نرحب بها على الراس والعين. وما تنساوناش بواحد بيك لايك، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه على مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا اولا تبارطاجيوه في ليكم فيسبوك، باش هكذا تعمل فائده للجميع. ضروري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.